عايزين حاضر. لا توظيف في مركز هنا دلوقتي احنا ابتدينا كذا كورس، يعني كورسات مهارات توظيف وكورسات لغه، اشتغلنا 8 راوند كورسات مهارات توظيف و4 راوند كورسات لغه، ولسه مستمرين ان شاء الله. يعني do you, I mean, why do you want to learn English? I mean, what's the reason for learning English? Boys, somebody can answer this question. Why do you want to learn English? It helps us in our work after graduation. إيه اللي حصل في أول خمس دقايق اللي هي تركيا وقت تحضير فترة معينة؟ إحنا في البداية حطينا قدامنا عاوزين نوصل لإحنا كفريق وشغالين مع بعض، عاوزين أهداف مثلا، عاوزين نعمل أطول برج تمام وتكون متماسك، فيكون في فكرة جاية من وراء فكرة تمام، فبدأنا نوزع الموافقات معانا، طبعا هو هندسة فبدأنا كنا تصميم يعني. إن شاء الله يعني هيبقى له نتائج مثمرة معانا. بعدين هو بس أنا عاوز أأكد على دي كمان، إن إحنا يعني هو كنا بنعمل تعليم مقبول ومعقول، اللي هو مشكلتنا احنا في ربط التعليم بسرعه. احنا بنعلم وبنجتهد في التعليم، انما مش باصين خالص على سوق العمل محتاج ايه والتخصصات المطلوبه في سوق العمل والمهارات المطلوبه في الخريجين علشان يقدروا يعني تكومبيت في سوق العمل ويقدروا فعلا يعني ينافسوا على الفرص المتاحه في سوق العمل. علشان كده طبعا يعني المعادله الامريكيه ودعم الجامعه الامريكيه الحمد لله قدرنا نكون ضمن الجامعات الاوائل في افتتاح استاذ المركز، هو طبعا معموله كل اللي انتم شايفين كل الامكانيات دي، اللي هو انا جهزنا مكانه علشان يبقى عندنا سنتر يدرب بس على مهارات التوظيف والتاهيل لسوق العمل. واعتقد اللي انتم يعني اللي انتم بتشوفوه في السي في هنا في الجامعه احنا مركزين قوي على ده، هنا يعني برامج تدريبيه كتيره جدا في مساله تاهيل لسوق العمل ورياده الاعمال. واتمنى انا كنت تستفيد بقدر المستطاع مش بقدر المستطاع. فرصة كويسة كويسة جدا، كنا محتاجين سوهاج تدريب ممتاز ومدرس متميز. مدرب ملتهي يعني. 3 مبروك يا جماعة.